Voilà. Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien, inchallah tkounou en bonne santé. Donc, bonne année alaykoum kamel, inchallah que de joie, que de bonheur, que de santé, alaykoum kamel la famille ta'akom. Les rahom yisma'ouna sur YouTube aussi, marhaba bikoum touma tanik. Donc, had la séance, c'est une séance de révision en fait. Il y a le micro s'il vous plaît. Il y a une relation à la formation les connaît dans la midad ou la en présentiel et la en polo relation à donc بعد ما تقدروا تقولوا كملنا le programme comme normalement après chaque séance nous un petit test un petit contrôle nous comme des vidéos donc qui m'a fait le work parce que le programme qui m'a tout qu'un chargé donc préférez on dirait la séance de révision peut-être là qu'on aura tel zouj ممكن يكونوا حتى تزوج ولا فور بوسيبل يكونوا زوج اذا ماشي ثلاثه خلاص دونك سي دي سيونس قلت لكم تابعين لا فورماسيون بريزونسيال اللي كنا درناها واش راح نديرو فيهم لا بروميير دي شوز راح ندوزو على لي بي بي تي اللي كنا شفناهم في لا فورماسيون ندوزو عليهم خفيف ظريف علاش باسكو لازم تشوفوا لي لي شيما وتشوفوا لي لي تيتغ غروسو مودو تاع لي 3 شابيتر دونك في هاد لا سيونس حنريفيزيو 3 شابيتر امبوسيبل نريفيزيو كامل الموجود في زوج سوايع دونك نريفيزيو لي 3 شابيتر جوزو على لي تيتر اللي شفناهم غروسو مودو جونتو مع لا ميموار تاعكم تتريفريشا باردون دوزيام دي شوز حنوريكم دي فيديو باش تشوفوا قدامكم كيفاش لا مومبران بلازميك فيها لا فلويديتي تشوفوا قدامكم لي فوسفوليبيد كيفاش يزغدو تشوفوا قدامكم الموفمون تاع لي موليكول دونك حاجه جميع حاجه تشوفوها قدامكم ماشي كيما يحكيوها لكم بلي كريتشو دونك هذه دوزيام دي شوز لا تخوازيام دي شوز باردون حنديروا كوريكسيون تاع لي كونترول اللي كنا درناهم دونك نسيت باش نبعث لكم لو وورد مي معليش نعطي لكم 2 مينوت باش تقراو لا كيسيون تريبونديو اون ميساج ومن بعد نعطي لكم انايا لا كوريكسيون هكذا دونك باذن الله نكونوا درنا اون ريفيزيون تاع لي 3 بروميير شابيتر دونك اورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول ولا سيلول بروكاريوت Le deuxième chapitre, membrane plasmique, ou le troisième chapitre, cytosquelette. Donc, il y a des notions là, je vous en Voilà, Heidi, la science est allée. Madame. Ah, oui, bien sûr. Madame, quelle est la même chose au fait que. هادوك لازم بالبيسي كي راهم بالبيسي لازم يعبزوا على الاخر دخلوا بور لا بروميير فوا دونك كاين واحد الميكرو وي ما سمعوكش كامل شكي تهضري راهم يقولوا لك بلي ما سمعناكش ورينا كيفاش نسمع دونك ما نقدرش نوري لهم ما كاش كاش بوتون لهنا ناكتيفي لهم لازم هما يكتبوا لهم بلي اكتيفي ولا الميكرو كاين قدام هذيك العفسه تاع لا فيديو كاين واحد الميكرو يعبزوا عليه تخرج لهم اكتيفاسيون واي فاي ولا عفسه هكا دونك يكتيفيوها نسيت نكتب لهم Donc voilà, هيا نبدا لي تيتغ اللي كنا شفناهم. في لو بروميي شابيتر ولا لو بروغرام تاعنا واش كان فيه؟ لو بروغرام تاعنا كان فيه خمسة لي شابيتر. بدينا بدي نوسيون دو باز، رحنا اورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول، شفنا لا مومبران بلازميك، شفنا اليالوبلازم والسيتوسكيلات، لي ريبوزوم نحاو هنا، شفنا اوسي لو نوايو انترفازيك، وشفنا لو سيستيم اندوممبرانير لي زورغانيزم سيمي اوتونوم والماتريس اكسترا سيلولير نحوهم لنا دونك هاوليك غروسو مودو فيه لو بروغرام تاعنا دونك لو بروميي شابيتر سي دي نوسيون دو باز عرفنا وشنو هي لا بيولوجي وشنو هي لا سيلول وشنو هي لا بيولوجي سيلولير ابري هادوما سي دي نوسيون تاع لا تيوري وكسيتيرا ولا كلاسيفيكاسيون تاع لي زيتر فيفون كلش ابخي رحنا شفنا وعرفنا بلي كاين دو تيب دو سيلول لي سيلول اوكاريوت اللي هما حقيقيات النواه هم لي كيفاش يبانو ولي سيلول بروكاريوت لي جينيرالمون يكونوا اوني سيلولير سوف لي سيانوباكتيري اللي نزكيو لهم بدائيات النواه دونك راني نريفريشي لكم برك في لا ميموار خلاص صح دونك اللي دخل في يوتيوب وراه يشوف هذه سي اون ريفيزيون ما تقلقوش وتقولوا راني نزرب ولا ابخي فرقنا بواحد لا نوسيون ولا فرقنا بين دو نوسيون اللي هي لا ستركتور
والالتراستركتور قلنا بلي لا ستركتور سي البنية نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك ونشوفو لي ديفيرون فورم تاع لي سيلول ولا لي باكتيري ولا لي تيسيو اللي راهو عندنا دونك نشوفو بنية الخلية الالتراستركتور نشوفو ما فوق البنية نشوفو عفايس ادق في لي سيلول اللي هما باغ اكزومبل واش كاين العضيات داخل لا سيلول ولا واش كاين لي كومبوزيسيون داخل لا سيلول لاديان وطلع Après, بدينا بديفينيسيون تاع لا سيلول اوكاريوت قلنا بلي هي سي سي ان دومين كي ريغروب تو لي اورغانيزم اوني سيلولير ولا ملتي سيلولير قادر يكون بلوري سيلولير قادر يكون اوني سيلولير الي كاركتيريزي بار لا بريزونس دي اورغانيت ولا بريزونس تاع دي ستركتور ان بارتيكولير كيما الميتوكوندري ou aussi elle est délimitée par la membrane plasmique. On a la structure taha qadra tkoun unicellulaire wahida khaliya kima hada النوع تاع البكتيريا اللي نسقيولو ولا هذا النوع تاع الكائنات اللي نسقيولو لي باراميسي هاولي قدامكم وعندنا قادره تكون pluricellulaire kima l'être humain donc راح يكون متعدد الخلايا. ميكرو تاعكم سيل فو بلي منال ميكرو تاعك Donc, l'ultrastructure, kifash qadrat tkoun, qadrat tkoun oula, elle est délimitée extérieurement par une membrane, donc tkoun oula, le matériel génétique qui est entouré par une membrane, donc muhata bi richa hyouli, ou le cytoplasme est composé d'un protoplasme et yaloplasme. Donc le cytoplasme tana, mkouen min yaloplasme, ou chfna f le chapitre yaloplasme, ou chnou huwa le yaloplasme, ou min protoplasme. دونك راني نعاود ندوز لكم على لي تيتغ بالزربه كملنا مع لي زوكاريوت ورحنا مع لي بروكاريوت قلنا باللي هما دي ميكرو اورغانيزم معناتها دائما يكونوا عباره عن دقائق يكونوا جينيرالمون اوني سيلولير الا عند نوع معين اللي نسقيولو لو سيانوباكتيري لي هاد لي سيانوباكتيري حيكونوا اوني بلوري باردون سيلولير قلنا باللي لي بروكاريوت كيما لي زوكاريوت اي سون ديفيزي ان les cellules végétales ou les cellules animales, les prokaryotes maximisent les zoj, les E bactéries et les archéobactéries. Les E bactéries sont les bactéries El Jadida ou les archéobactéries sont les bactéries El Qadima. Donc, on a les deux domaines où les prokaryotes ou la part pardon les eukaryotes ou les E bactéries pardon ou les archéobactéries عندهم caractéristiques de se multiplier par sissiparité ou شنو تاع sissiparité حاب يقول تنقسم عبر اختناقات لا تستعمل ni mitose ni meiose donc لا تستعمل الانقسام المنصف ولا الانقسام الاختزالي تستعمل نوع ثالث من الانقسامات اللي هو لا sissiparité ولا نقدروا نسقيولو بيناتنا اختناقات دونك هنا غير جوست باش تشفوا على لي نوسيون هاو ليك الانقسام المتساوي وشنو وهاو الانقسام الاختزالي وشنو دونك هاو ليك لا ديفيرونس اونتر لي دو راكو تشوفوها قدامكم في الشابيتر نوايو انترفازيك حنفصلوا فيهم شويه حنا نعرفوهم وشنو هما ونفصلوا فيهم دونك اذا جينا لا ستركتور تاع لي بروكاريوت واش تقدر تكون الزوج تاع لي ستركتور اللي لازم تشفاو عليهم اللي هما كوكسي والباسيل دونك الدائريه ولا الكرويه والباتوني ولا العصويه دونك هاد لي دو اللي لازم تشفاو عليهم ولازم تكتبوهم اذا قالوا لنا كالي لا ستركتور او ميكروسكوب فوتونيك تاع لي بروكاريوت ولا دوني لا ستركتور او ميكروسكوب فوتونيك قولوا لهم عندنا دو غروب اللي لازم نعرفوهم الكوكسي والباسيل ابخي حبيتوا تقولوا كاين سيلندريك بيدونكولي سبيرالي فيلامونتوز حبيتوا تزيدوهم سي ان بلوس pour vous. Madame. Oui. Madame, s'il te plaît, je ne sais pas si c'est archéobactéries ou e-bactéries. Quand il comme e-bactéries, vous avez le chalaya jdida ou le bactérie jdida ou l'archéobactérie est le bactérie le qadima qui كانت تطورت déjà. Madame. Madame. ماش نسيك يعني اسمحي لي شويه خارج على السوجي شويه راحتك اسك دوكا راح نديرو حلول تاع لي زيكزام ولا شغل جوست ريفيزيون حنا راح نديرو نوريكم دوكا ندوزو على لي ديابو ابري نوريكم لي فيديو نديرو واسمو لي زيكزيرسيس بلو لي كاستيون تو داكو ماضا ميرسي بلا نسيا
شفتيهاش. كي نروحوا للتخا ستركتور واش نلقاو؟ نلقاو لي او لي ا لي بروكاريوت باردون اي سون ديفيزي اون ولا عندهم دو زيليمون دي زيليمون اسونسييل اي دي زيليمون فاكولتاتيف. دونك عاملك لي زيليمون اسونسييل ولي زيليمون فاكولتاتيف. لي زيليمون اسونسييل لي ما تقدرش لا سيلول تعيش بلا بيهم كيما لا باروا لا ممبران بلازميك سيتوبلازم والماتريا جينيتيك والريبوزا. وي هذا وين بديتي؟ اي هذا وين بديت. انا ندير نعاود نقرا في لي بي بي تي ولي تيتخ اللي شفناهم ديجا ولا سيونس راهي نيت حبي تعاودي لو ديبي رانا سوغ يوتيوب. داكور ميرسي. دونك نحيو هاد التخربيشه اللي هنا برك افوتو فوالا نحيو برك هاد التخربيشه. دونك هاملك لي زيليمون اسونسييل لي لا بكتيري ما تقدرش تعيش بلا بيهم. لي زيليمون فاكولتاتيف راح يكونوا زياده بوغ لا بكتيري ويزيدوا لها عفايس يعاونوها كيما باغ اكزومبل لو بلاسميد. دونك لو بلاسميد سي اون موليكول تشبه لا دي ان ولا سي اون بورسيون دا دي ان تكون خارجه على البلاسميد تزيد له ان كاركتير ان كاركتير سبيسيال. عندنا لي تيلاكويد ولا هما تيلاكويدات هما اجسام يكابتيو لنا الضوء يكونوا بريزون عند الوسمهم لي باكتيري فوتوسينتيتيك. دونك لي قوموا بالتركيب الضوئي سو سون دي بيغمون عباره عن صبغيات يكابتيو لنا الضوء ولا يستقبلوا لنا الضوء. فاكيولاغاس دونك الفجوه الهوائيه هما ما تعرفوها. وعندنا لي زانكلوزيون ليبيديك اللي هما الزوائد الليبيديه ولا الزوائد الدهنيه هما عباره عن زوائد يكونوا برك في لا سيلول تخزنهم لا سيلول في حاله ما اذا كان عندها زياده تاع لي ليبيد. عندنا لا كابسول ولا المحفظه الخارجيه تاع البكتيريا. عندنا البيلي اللي هما الاهداب والفلاجيل. دونك هادو ما راكم تشوفوا فيهم هنايا قدامكم. هادو هما لي زيليمون اسونسييل او فاكولتاتيف تاع لا ممبران بلازميك. دونك نروح ندير لكم لو دوزيام بي بي تي تاع لا ممبران بلازميك. رانا نجوزو خفيف ظريف راني اكرر واعيد رانا نجوزو خفيف ظريف على لي تيتخ اللي كنا شفناهم ديجا فوالا. Pardon, on va finir le deuxième PPT. Est-ce que tu partages le PPT d'un coup? Oui, madame. Bon. Oui, madame. Très bien. Donc, le deuxième titre, les rachinchoufou Hiuma, ou le deuxième chapitre, c'est la membrane plasmique. La membrane plasmique, elle dit. وش فيها كم تيتر فيها ديفينيسيون حنا عرفوا لا ستركتور و لوترا ستركتور كومبوزيسيون شيميك و لاركتيكتور موليكولير. نورمالمون اذا كنتو بيان سويفيتوني سوا سور يوتيوب ولا في لا فورماسيون اون لين ولا بريزونسييل نورمالمون راح تكونوا تعرفوا و راح تكونوا في راسكم دوكا جاوبتوا على لي كيستيون هذوما ولا جاوبتوا على لي تيتر هذوما في راسكم. Donc, qui nous chauffe la membrane plasmique, la définition de Hakulubelihia, c'est une structure dynamique. Donc, nous voyons comme la vidéo où tu as fait qui fait changement dynamique, mutahrika.
elle sépare le milieu extracellulaire على le milieu intracellulaire تفصل بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي ou elle contrôle les échanges des connexions le rôle physiologique de la membrane plasmique. Elle est constituée de 60% des protéines, 40% des lipides ou fiha des glucides rares ou la fiha une portion de les glucides mais tant que rahi rare bzaf ou la nadira jiddan nehmlouha. Donc kif نفرقوا بين ميكروسكوب الكترونيك والفوتونيك هذا ا باز دي الكترون هذا ا باز دي فوتون دونك لي دو تكنيك سي بوكو بلوس باردون لو تي بي يهمكم انكم لا ستركتور تدوها بالميكروسكوب فوتونيك لولترا ستركتور تدوها بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون ولا ا بالارج دونك نبداو بلا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك سي اون زون دونس كيما راكم تشوفوا هنا ولا نقدروا نزكيو لها ليني سومبر pardon, la notion li jatkoum sahla hafdouha, ana ma andich problème, normal. L'ultrastructure au microscope électronique à transmission, c'est sous forme de trois feuillets, le feuillet dense externe, le feuillet dense interne et le feuillet Keller. Il a ça que ça, on a donné l'ultrastructure au microscope électronique à transmission. On peut le rappeler, la membrane plasmique, c'est une trilamellaire ou la tripartite ou la tristratifiée. خير واحدة من les trois mots هادو ولا les trois notions تكتبوها راكو جوست. الاخرين شفاو عليهم برك on sait jamais يطيح لكم في question ولا que c'est على الاقل ما تبقاوش حاصلين تعرفوا بلي راكو دورو في l'ultrastructure de la membrane plasmique au microscope électronique à transmission. Donc les trois feuillets comme structure ou la comme schéma هاملي كيفاش دايرين. Au microscope électronique à balayage, la paragraphe, mais c'est une hémimembrane ou la demi-membrane. Donc, il y a la membrane plasmique, la structure de la microscope électronique à balayage. Je fais une autre des notions. Il y a une hémimembrane, donc on saf les membranes, ou la demi-membrane, nesf membrane. خلاص وحدة راح تكون exoplasmique donc خارجية وحدة داخلية ولا interne ولا protoplasmique وش ما لازمش تنساو ما لازمش تنساو تقولوا لهم باللي هاد لا membrane plasmique elle présente des particules globulaires intramembranaires donc هذه ما لازمش تنساوها s'il vous plaît ما تجاوبوش نص إجابة l'ultrastructure au microscope électronique à balayage la membrane plasmique est une demi-membrane ou la hémimembrane, l'aisem troulounhom avec la présence des particules globulaires intramembranaires. Donc, Madame. Oui. Madame, la définition de la membrane plasmique. Dictoulhom, hadouk tlata kamel ou la rare dynamique? Là, troulounhom l'habit tlata. C'est une structure dynamique, c'est voir le milieu intracellulaire de milieu extracellulaire où elle contrôle les échanges. Donc, c'est un rôle plus définition en même temps. Ou le quand on a dit la définition, on va dire le rôle. Tu m'en as dit ou là? Là, là, monsieur, qui t'a dit, donc, tu peux dire qu'il y a d'autres rôles. Ah, d'accord. Eh, ou là, tu m'en as dit deux rôles physiologiques. Donc, zid y a dans le rôle. Surtout, tu as une structure dynamique où elle sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. Surtout, les deux. On va taper le fleurant entre les contrôles des échanges entre le milieu extracellulaire ou le milieu intracellulaire, plus elle contrôle l'information normalement, transmission des informations. Donc, à quatre, on est les informations. D'accord, madame, avec ça. Donc, la composition chimique de la membrane plasmique, chifna, blikhdinaha, bla technique, ta l'ultra-centrifugation, on s'est jamais mis sur elle comme, mais je pense pas. Donc, kifash ta'arafna, la composition chimique, tarkib al-kimiaï de la membrane plasmique, a'arafna, bistimal wahed technia, li hiya, at-tard al-markazi. Donc, fle cours, kunt dertilkom wishna huwa al-tard al-markazi, fi YouTube tani dertilkom, fle présentiel, mahdarnash alih bzaa, puisque c'est pas important, kunt lkom bark, chfa, elle a le mot ultra-centrifugation ou la tard al-markaz. Donc, la composition chimique de la membrane plasmique, c'est elle est composée de trois composants, les lipides, les protéines et les glucides. Les lipides, c'est les lipidettes. Là, c'est ce que vous voyez. Les protéines, c'est les protéinettes.
وليغلوسيد راهم لهنا اللي راهم سور يوتيوب تقدروا تدخلوا للتيليغرام تاعنا نخليكم لليان في لابار دانفورماسيون تلقاو كامل لي بي بي تي هادو اللي راهم معايا في البريزون في الاونلاين دوكا تقدروا تدخلوا دوكا التيليغرام تلقاوني بعتهم لكم كامل كيما راهم دونك غير جوست اون نوت ولا اون رمارك نقولوا هادوكا دونك هابليك لي بروتيين وهامليك لي غليسيد ولا السكري دونك راه حنا هضروا لي ليبيد نقولوا لهم لا ناتور بروبريتي فونكسيون دونك نهضروا على الطبيعه والتخصص والدور تاع كل وحده فيهم كل وحده فيهم راح نهضروا على الطبيعه والتخصص والدور تاعها اذا سقساونا لا ناتور دي ليبيد واش نقولوا لهم لي ليبيد يكونوا فوسفو ليبيد ولا كوليسترول ولا سو فورم دو غليكو ليبيد الكوليسترول هذا عند لا سيلول انيمال نسقيو له كوليسترول عند لا سيلول فيجيتال باردون نسقيو له يا سيتوستيرول يا ستيغماستيرول دونك هذا سو كي كونسير لا ناتور دي ليبيد لي بروبريتي دي ليبيد لازم نحفظوهم هكا لوتو اسامبلاج دونك التجمع الذاتي كيما راكم تشوفوا لهنايا دونك لي فوسفوليبيد عندهم خاصيه انهم كي ترميهم في الماء يتجمعوا ذاتيا علاش لانهم عندهم ان بول هيدروفيل وان بول هيدروفوب كوتي محب للماء هذا هو وكوتي كاره للماء دونك لوتو اسامبلاج لا فلويديتي دونك الميوعه لا ستابيليتي ميكانيك نهار كل ما تكون فوسفوليبيد غيش ولا باردون كل ما تكون لا ممبران غيش فوسفوليبيد قد ما تكون ستابل ولا سيميتري وعدم التناظر سي بون فونكسيون تاع لي فوسفوليبيد سي كوا لي فوسفوليبيد ديتيرمين لا ستركتور دو باز اون بيكوش ليبيديك دونك لي فوسفوليبيد هما اللي يعطونا الشكل الاولي تاع الطبقتين الفوسفوليبيديتين مدام وي لا ستابيليتي ميكانيك ماشي غراس او كوليسترول نعم غراس او فوسفوليبيد سمحوا لي باش نسقسيكم بيان سور هاد لا بروف هادي سي مدام سي ام خنيش هادي لا ميم لايف في يوتيوب سي سا وي سي لا ميم D'accord, parce que j'ai vu les vidéos à demain. Là, là, on a donc un adhéro, une révision générale. D'accord, merci. Madame, tu vois, glycocalyx. Qui fait, on a déjà eu le glycocalyx, on a déjà eu. انا جايين بالعقل بلاقل ونجيولي رانا نتفكروا في لي نونسيون باش كي يشوفوا لي فيديو يكونوا لي تيتغ جازو قدامنا كي نروحوا نحلوا لي كيستيون نكونوا كيما نقولوا على الاقل عطيت لكم دي نونسيون دوكا ما تكونوش مبحرين قال لك الفونكسيون تاع لي فوسفوليبيد وشنو سي اون باريير امبيرميابل او موليكول دونك سي اون باريير ما تخليش نيمبورت كيل موليكول تجوز من الفوق للتحت و elles sont aussi hydrosolubles donc يقدروا يتعاملوا مع جزيئات الماء عادي فوالا دونك هذا الفوسفوليبيد نورمال كي نروحوا لي بروتيين aussi عندهم ناتور و بروبريتي او فونكسيون لا ناتور تاع لي بروتيين قادرين يكونوا زوج انواع سواء اولو بروتيين اللي هما دي بروتيين بيور سواء دي زيتيرو بروتيين حاب يقول بروتينات مختلطه ما يكونوش صافيه يكون البروتين ومعاه السكر دونك عندنا دو تيب دو بروتيين سواء اولو بروتيين سواء ايتيرو بروتيين اولو بروتيين هو البروتين الصافي اللي ما راهو مخلط مع حتى حاجه ايتيرو بروتيين هو البروتين المختلط اللي يكون لاصق فيه سكريات البروبريتي ولا الخصائص تاع البروتينات انهم يقدروا يكونوا دي بروتيين انتغري اللي هما انترانسيك دونك ضمنيه سواء يكونوا دي بروتيين بيريفيريك سطحيه عندهم لا فلويديتي اوسي يقدروا يكونوا فلويد دونك مائعه ويقدروا يكونوا ولا انسون اوسي اسيمتري دونك غير متناظره حاب يقول بروتين اذا كان هنا ماشي بالضروره في لا دوزيام كوش ولا لا دوزيام بيكوش راح نلقاو بروتين واحد اخر الدور ولا تاع الدور تاع واسمها تاع البروتينات هو قادر يكون بروتينات تدخل في لا ستركتور التركيب قادرين يكونوا بروتينات انزيميه دونك سو سون دي انزيم قادرين يكونوا اوسي دي بروتيين دو ترانسبور دونك بروتينات تلعب دورا في النقل دونك و اوسي قادرين يكونوا دي بروتيين دو ريسبتور دونك بروتينات تكون المستقبلات تاع الخلايا دونك راكم تشوفوا لهنا ملي راني نريفريشي لكم برك في لا ميموار لي غليسيد اللي هما السكريات ما عندهمش بروبريتي مي عندهم برك ناتور
aux fonctions. Donc, la nature des protéines, c'est quoi? C'est, il peut être glycolipide. Ou je veux dire glycolipide? Je veux dire... sucre avec lipide. Très bien. Je veux dire, par exemple, un phospholipide plus un sucre. قادر يكون glycoprotein حبي يقول بروتين سواء ضمني ولا سطحي كما تحبوا زائد سكر سيبو عندك glycoprotein associé au feuillet externe pour former le glycocalyx oui les glycolipides ou les glycoprotein هما les deux types des glycocalyx oui d'accord بلمزي merci لامزية. دوك هاني جاي نقول لكم شنو غليكوكاليكس. لو غليكوكاليكس اون فيت قادر يكون اجتماع سكر مع فوسفوليبيد كم قادر يكون اجتماع بروتين مع فوسفوليبيد. المهم الغليكوكاليكس وشنو هذا هما الطبقتين الفوسفوليبيديتين. هنا عندك احتمال يكون عندك فوسفوليبيد كم قادر يكون عندك احتمال تاع بروتين. دونك لو كان يكون فيه الفوسفوليبيد فوق السكر دونك هذا نسقيو له غليكوكاليكس باسك عندك ان بلوس فوق لا مبران و البروتين قادر يكون فيه سكر اذا ثاني عندك ان بلوس دونك هذا لو بلوس اللي راهو فوق لا مبران بلازميك دونك لا مبران بلازميك هاي وين تحبس هنا هنا دونك لو بلوس اللي راح يكون فوق لا مبران هذاك ما يكون الغليكوكاليكس دونك قادر يكون هنا مرتبط مع بروتين كما راكم تشوفوا هنا كم قادر يكون مرتبط مع فوسفوليبيد دونك فات لو غليكوكاليكس سي سوا بروتيين بلس ان سكر سوا فوسفوليبيد بلس ان سكر دونك الفونكسيون تاع الغليكوكاليكس ولا الفونكسيون تاع لو غلوسيد اون جينيرال سي لا بروتيكسيون دو لا سيلول دونك يلعب دورا في كيفاش نقولوا لا بروتيكسيون دونك الحمايه تاع الخليه يلعب دور في لاديسيون دونك لاديسيون انت لا سيلول فوازين اي او انت لي سيلول اي لا ماتريس اكسترا سيلولير دونك يلعب دور ثاني في لاديسيون شنو تاع لاديسيون كي تكون عندك خليه هنا وخليه هنا يحبوا يرتبطوا ما بيناتهم يقدروا يرتبطوا ولا يقدروا يتعرفوا على بعضهم باستعمال هذا السكر ولا هذا الغليكوكاليكس يلعب دور في سبيسيفيسيتي سيلولير دونك يلعب دور في التخصص تاع كل خليه دونك كل خليه عندها عدد ولا اشكال تاع الغليكوكاليكس تاعها دونك الغليكوكاليكس باغ اكزومبل تاع سيلول باغ اكزومبل دو فوا ماشي كيما سيلول تاع لو كور دونك هذا ما يلعب دور في التمايز ولا التخصصات تاع الخلايا ويلعب دور في لا ريكونيسونس وفي التعرفات باغ اكزومبل لو كا المشهور كاع اللي هو لو كا تاع لي غلوبول بلون ولا في الكا تاع الدفاع على العضويه كي نروحو نكملو مع لا كومبوزيسيون كيميك نحطو هاد الكوتي نروحو لارشيتكتور موليكولير دونك لارشيتكتور موليكولير قلت لكم تحفظوا هذا التركيب الجزيئي تاع لا مبران بلازميك دونك هاوليك اللي حبيتو تاخذوا كابتشور ديكرون تاخذوه اللي حبيتو تاخذوه بالتليجرام خذوه اللي حبيتو ديروا بوز في يوتيوب ديروا بوز وديسيني كل واحد وطريقه اللي تساعد دونك انا يا معليا نكسبليكيه لكم ونعطيكم لارشيتكتور موليكولير في حاله اذا ما عطاوناش انديس دونك كاين دو كا يقدروا يبوزيو لنا فيهم لا كيسيون في لارشيتكتور موليكولير قادر يمد لك لو ديسان ويقول لك وريني شطارتك وسمي لي هاد لي موليكول كوم قادر يقول لك دوني ديريكتومون لا كالي لارشيتكتور موليكولير دو لا مومبران بلازميك وكاين من داك من يمد لك اون ميكروغرافي يدير لك دوايره على لا مومبران بلازميك يقول لك وشنو هادي تقول له لا مومبران بلازميك من يقول لك اعطيني لارشيتكتور موليكولير باغ اكزومبل دو لا ستركتور ا اللي هي اصلا كانوا قالوا لك بلي هي مومبران بلازميك دونك في لو كان قالوا لنا جاوبوا ديريكتومون دونك يقولوا لنا اعطوني ان مو وشنو هي لارشيتكتور موليكولير دو لا مومبران بلازميك نقولوا له هاد لي 3 مو موزايك فلويد اسيميتري تري بيان سي فسيفسائي فسائي مائع غير متناظر تنساو كلمه من هذا الكلمات تروح مدام لارشيتكتور موليكولير وي ودائما الرسمه لا لا ماشي دائما واش راني نقول لكم راني نقول لكم كاين دو بوسيبيليتي اما يمدوا لك لو ديسان ويقول لك وري لي شطارتك سمي لي هادو قاعيتك يا اما يقول لك يمد لك اون ميكروغرافي ويقول لك يدير لك دوايره ولا فليشه ولا على لا مومبران بلازميك ويقول لك هذه لا ستركتور ا سمي لي لا ستركتور ا قول له نتايا سي لا مومبران بلازميك ما دي يقول لك دوني لارشيتكتور موليكولير دو لا ستركتور ا ولا دو سيت ستركتور واش تقول له سي اون موزايك فلويد اسيميتريك
D'accord, merci. Madame. مادام هذاك بولي شاغيد وش نوهم هذوك الزروق او هاني احنا اللي غاديكو هاني حنشرح لهم لكم دوكا اوكي دونك لاركيتكتور موليكولير قلنا اذا قال لك جاوبها لي قول لهم سيت اون موزايك فلويد اسيمتريك وسيفسائي مائع غير متناظر دونك ننسى كلمه من هذه الكلمات راحت لي لاركيتكتور موليكولير دونك سيل فو بلي ما تنساوهاش باسكو راح تبقى تتبعكم حتى للسيستم اون مومبرانير ماشي مادام عاوديها موزايك فلويد اسيمتريك فسيفسائي مائع غير متناظر نزيد نعاودها لك خطره نو مادام ميرسي بوكو بلا مزيه دونك نجيو نسميو هاكو تشوفوا واحد لو شيما راهو شباب علاش باسكو كل موليكول انا هنايا راني معاودتها لكم ما درت لكمش انا بروتيين وحط درت لكم فليشه ولا انا راني معاونتكم هنا نبداو ايا نديكوفريو هاد الزروقه هادو وهاد الماغون شنو هما نروحوا لهنا نلقاوهم متكررين واش نقولوا لهم هادو ما نقولوا لهم لي بروتيين بيريفيريك البروتينات السطحيه ولا الجانبيه و اكسترينسيك دونك عندهم زوج اسماوات يا اما نقولوا لهم اكسترينسيك يا اما نقولوا لهم périphériques, donc hamlik. C'est des protéines extrinsèques ou là périphériques. Nous sommes maintenant nous sommes intelligents, donc il a mis un schéma, mais je suis avec le voir, avec les couleurs. C'est sûr, on va travailler sur les protéines qui sont les côtés, ou donc les sommes les protéines intrinsèques. Donc nous sommes intelligents, mais je tape pas le schéma les pour faire des nouvelles le schéma les dessiner, parce que le voir que je dessine. Donc, il nous reste de nous chauffer هادو ما يبانو لنا بروتينات انتغري دونك داخله خلاص دونك نسميوهم لي بروتيين انتغري شوفوا كيفاش راهم داخلين بصح ما راهمش كامل في لا مومبران ماشي كيما هذا من الفوق للتحت راهو داخل بصح داخل بالنص ها كيما هذا دونك هادو سو سون دي بروتيين انتغري دونك هادو خارجي وي وي مدام بس كفيهم ياك دو مود واحد سوجي لقيت فيه ستراك على لي مود تاع لي بروتين انتيغري صح كاين لي في البيكوش لي فيديك وكاين لي في الفيدونس سواء اكسترن سواء انتر تري بيان دونك عندنا دو مود يا اما يكونوا انتيغري كامل يا اما يكونوا هامليك في اون بيكوش ليبيديك سواء اكسترن سواء انترن وكاين اللي يكونوا بيريفيريك اصلا معناتها فوق لا مومبران ولا فوق لي فوسفوليبيد عندنا اوسي لو بوليساكاريد وي ما فهمتش هادو بروتين انتغري البروتين انتغري باردون وي مادام سا دي بروتين يجو داخل لا بيكوش هاسناي ونعاودو لها بالعقل عندنا ثلاث بروتين ضمني فوالا عندنا ثلاثة أنواع تاع البروتينات يا إما يكونوا بروتينات سطحية شوفي هذا كيفاش راهو سطحي دونك شغل خارج لابيكوش ليبيديك بصح راهو معاها نسقيو لهم لي بروتيين بيريفيريك سطحية عندنا دي بروتيين انتغري بصح اسكو اي سون انتغري في لي دو بيكوش ليبيديك في الزوج كيما هذا من الفوق للتحت انتغري لا انتغري معناتها ضمنية وكيفاش تكون ضمنية يا إما في الطبقة الأولى تاع البيكوش ليبيديك الطبقة الداخلية وإما الطبقة الخارجية دونك هامليك نسقيو لهم لي بروتيين انتغري ضمنية برك خلاص وعندنا لي بروتيين انترانسيك اللي هما لي بروتيين اللي يكونوا داخل شوفي كيفاش راهو من فوق لا بيكوش ليبيديك حتى للداخل دونك راهم انتغري في لي دو بيكوش ليبيديك اوكي مدام ميرسي تري بيان دونك راح تخرجنا لا ريونيون دونك راح تتكوبالنا نخرجو نعاودو ندخلو باش ما نديرونجاوش